السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من التلفزيون المصري وإليكم أحداث 24 ساعة. البداية بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بالمراجعة الدقيقة للأعمال الفنية والإنشائية كافة الخاصة بمبادرة حياة كريمة. خلال تكريمه أبطال الأولمبياد طوكيو 2020، الرئيس السيسي يشيد بأداء البعثة الأولمبية ويوجه بدعم الرياضيين لتحقيق الإنجازات. وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 74%، وتنسيق المرحلة الأولى يبدأ في 21 من أغسطس الجاري. إلى التفاصيل. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمراجعة الدقيقة المنتظمة للأعمال الفنية والإنشائية كافة الخاصة بمبادرة حياة كريمة بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة لضمان مستوى الأداء والتنفيذ طبقا للمعايير الحديثة. وفي اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، وجه الرئيس السيسي أيضا بأن تتضمن مشروعات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر مراكز للتدريب الفني إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى مستجدات محطة الضبعة النووية، وكذا مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين. وقد وجه السيد الرئيس بإجراء المراجعة الدقيقة المنتظمة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة لضمان مستوى الأداء والتنفيذ طبقا للمعايير الحديثة لكافة قطاعات المبادرة ومراحلها. وقد تناول الاجتماع متابعة الإجراءات التنفيذية لتطوير البنية الأساسية للكهرباء في إطار المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة والمتضمنة ل 52 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية. كما عرض الدكتور محمد شاكر نتائج زيارته الأخيرة على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين لإنشاء محطة الضبعة النووية، وذلك لتفقد خطوط الإنتاج والاطلاع على مراحل تصنيع المعدات الثقيلة من مكونات المحطة. كما استعرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال، وذلك استغلالا للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة وتعزيزا لمكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي لتداول الطاقة في المنطقة. وقد وجه السيد الرئيس بأن تتضمن مشروعات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر مراكز للتدريب الفني لبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر. كما استعرض السيد وزير الكهرباء خطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء ومحطات رفع المياه في شمال ووسط سيناء، حيث وجه السيد الرئيس بسرعة تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك لربط الشبكة الكهربائية في سيناء بالشبكة الكهربائية الموحدة بهدف نقل القدرة الكهربائية المطلوبة لتلبية احتياجات المشروع القومي المتكامل لتنمية سيناء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء عرض أيضا آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصة مع ليبيا، بما فيها الدراسات الحالية لرفع قدرة شبكات الربط بين البلدين الشقيقين وتوسيع المحطات القائمة بالفعل وإنشاء خطوط ربط جديدة. كما تم استعراض جهود التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والإسكان بخصوص مشروعات محطات تحلية مياه البحر، فضلا عن عرض مخطط التعاون مع عدد من الدول الإفريقية في مجال المحطات العائمة لتوليد الكهرباء، والتي تهدف إلى تزويد تلك الدول بالطاقة بشكل سريع وقدرة عالية. كما عرض السيد وزير الكهرباء مستجدات أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر بالتنسيق مع وزارة النقل وشركة العاصمة الإدارية الجديدة. كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال أولمبياد طوكيو، وأشار الرئيس السيسي بما حققته البعثة الأولمبية من نتائج وبإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، كما وجه سيادته بتوفير الإمكانيات اللازمة للفئات العمرية كافة من أبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل مما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية وأيضا الاستعداد للمشاركة في أولمبياد 2024. قرر رئيس جمهورية مصر العربية تمنح الأوسمة التالية للاعبين واللاعبات والمدربين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وهم أولا الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من اللاعبة فريال أشرف محمد عبد العزيز، السيد هاني شاكر السيد قشطة، ثانيا الخماسي الحديث وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من اللاعب أحمد أسامة أحمد الجندي، ثالثا التايكوندو والمصارعة والكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من اللاعبة هداية أحمد ملاك وهبة، اللاعب سيف حسين شريف حسين عيسى، السيد أوسكار فرانشيسكو سالازار، السيد أسامة سيد محمد عبد الرحمن، السيد محمد مجدي السيد يوسف، السيد محمد أحمد محمد إبراهيم، اللاعبة جيانا محمد فاروق محمود، اللاعب محمد إبراهيم السيد إبراهيم ويتسلم عنه الوسام السيد محمد أحمد محمد إبراهيم، السيد محمد عبد الرجال جودة حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحمد لله على السلامة وألف مبروك. مبروك حاجة جميلة جدا جدا، أسعدتونا ونشكركم
وجهد عظيم، وإن شاء الله الأيام اللي جاية نقدر نحقق أكتر من كده. والفكرة مش في تحقيق الميداليات أو كده، هي الفكرة في حالة الرياضة، حالة اللياقة البدنية في مصر، بتعكسها المسابقات اللي زي كده. كل ما الدول تبقى متحضرة بتهتم بنفسها وبتهتم بشبابها وبتهتم بأبنائها وينتج عندها حجم ضخم جدا في القطاع ده، بينعكس بالنتائج. يعني الهدف مش الميدالية، وهي حاجة عظيمة عشان بس محدش، لكن حالة الرياضة، حالة بناء أجسام ولادنا وبناتنا في مصر، حالة، أنا بقول الكلام ده لأن فرصة وأنتم موجودين إن الرسالة دي تصل لينا. فاحنا سعداء أولا باللي أنتم عملتوه، وبنشكركم عليه، وبنشكر كل من شارك فيه في وزارة الشباب وكل الوزارات اللي كانت لها يعني لها شراكة في هذا الأمر، يعني زي ما قلت كده. لكن بقول تاني إن مستوى البطولات دي بيعكس حالة الرياضة في الدولة، في أي دولة. كل ما يكون حالة الرياضة يعني في شعب مهتم، في أب وأم مهتمين، في دولة مهتمة، في مدرسة مهتمة، في جامعة مهتمة، في إنسان بيراقب نفسه، شايف دايما متابع وزنه وحالته الصحية وكلام من هذا القبيل يعني. فمبروك. حد عايز حاجة؟ ايوه. احنا كان صورة مشرفة جدا لولادنا بصفة خاصة في الألعاب الفردية، ومحددين برضو تخطيطيا سواء لجنة التخطيط في اللجنة الأولمبية والاتحادات أو اللجنة العلمية واللجان اللي موجودة بشكل منسق جدا. معظم ولادنا دول سنهم أصغر من السن بخبراتهم، إن شاء الله يكون في طفرة كبيرة جدا سواء على مستوى البطولة أو القطاع الآخر اللي تحت البطولة. إحنا في 24 محددين عدد الميداليات اللي هيكون فيها هدف أكتر من كده بكتير إن شاء الله يا فندم. ألف مبروك. شكرين. شكرا جزيلا. في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بأبطال مصر الذين حققوا إنجازا كبيرا في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وأكد الرئيس السيسي أن هؤلاء الأبطال هم خير قدوة للشباب في التفوق والعزيمة والإصرار، مشددا على دعمه الكامل لتوفير كل الإمكانيات اللازمة للفئات العمرية كافة من أبطال مصر الرياضيين، بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات الرياضية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة وأوائل المرحلة، إذ قال شوقي أن نسبة النجاح بلغت 74%، مشيرا إلى طرح رابط إلكتروني لمن يريد إعادة فحص ورقة امتحانه. من جانبه أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للتنسيق هي 80% لعلم رياضة و 88.4% لعلم علوم و 65.7% للأدبي، ومشيرا إلى بدء تنسيق المرحلة الأولى يوم السبت المقبل. نتائج ثانوية عامة مميزة جدا، الثانوية العامة دفعة 2020-2021 مرة هي الأولى التي يغيب فيها المجموع النهائي عن نتيجة الثانوية العامة، والتي أعلنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية ونسب النجاح في شعبها المختلفة. نسبة النجاح العامة لهذه الدفعة 74%، في الشعب علمي علوم نسبة النجاح 76%، الشعبة الأدبية
نسبة النجاح فيها 70%. مفيش حد جاب النمرة النهائية في هذه الدفعة، وده شيء طبيعي جدا في أي امتحان معمول مظبوط. اللي جابوا بين 95% و100% عدد صغير جدا في الشعبة العلمية، ولا محدش حصل على 95 فما فوق في الشعبة الأدبية. نتائج هذه الدفعة التي وصفها وزير التربية والتعليم بالتاريخية إنما جاءت كنتاج لمنظومة تعليمية مختلفة بدأت مع العام الدراسي 2016-2017 باستحداث نظم جديدة لقياس مستويات نواتج الفهم والتعلم. تم بناء بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية من الصف الأول لحد الثالث. اتعملت امتحانات كمان بخريطة امتحانات لها مواصفة معيارية بمواصفات عالمية زي كل امتحانات المعيارية في العالم. والحقيقة احنا عملنا كذا امتحان تجريبي للدفعة دي، فالامتحان النهائي كان رابع امتحان بعد 3 امتحانات تجريبية في ظروف صعبة جدا في وسط جائحة كورونا مش عاوزين ننساها. وفي كلمته لم يغفل وزير التربية والتعليم طمأنة ممن لديهم الرغبة في إجراء التظلمات عبر رابط تتيحه الوزارة خلال الأحد القادم. 100,000 عنصر بشري اللي كانوا بيشتركوا في الامتحانات اتغيروا بتصحيح إلكتروني، وبالتالي اللي هنعمله المرة دي ان احنا نتيح لحضراتكم رابط إلكتروني يوم الأحد القادم وخطوات لطلب لمن يريد إعادة فحص. إعادة فحص يعني بيقول لنا تأكدوا لو سمحتوا إذا كانت الورقة بتاعتي حصل فيها لخبطة أو لا. لو هي الورقة بتاعتي يبقى ما فيش أي حاجة تانية نقدر نتكلم عليها لأن الباقي كله بيعمله الكمبيوتر. أكثر من 650,000 طالب ثانوية عامة بخلاف الشهادات الفنية استعدت لاستقبالهم وزارة التعليم العالي بما يربو على 300 مؤسسة تعليمية في مختلف أنحاء الجمهورية. الدولة المصرية وخلال 7 سنين اللي فاتت استثمرت استثمارات ضخمة جدا في مجال التعليم العالي، 27 جامعة حكومية وجامعات تكنولوجية ومعاهد عليا وجامعات دولية وأكاديميات ومعاهد وأيضا جامعات أهلية دولية. وده كان تكليف من سيادة الرئيس إن احنا يكون عندنا إتاحة تعليم وجودة تعليم منين؟ من أسوان لإسكندرية ومن العريش لحد مرسى مطروح. وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أعلن كذلك انخفاض شرائح التنسيق كنتاج لانخفاض شرائح النتائج، كما نشد الطلاب اختيار الرغبات وفقا للميول الحقيقية دون النظر للمجموع فقط. المرحلة الأولى النهاردة في شعبة علوم هتبدأ من بحد الأدنى للمرحلة 88.4 مقارنة ب 97.6 العام الماضي. أنا مش بقول توقع، أنا بقول إن إحنا هنبدأ يوم السبت بهذا المجموع. شعبة الرياضة 80% مقارنة ب 94.4% العام الماضي. شعبة الأدبي 65.7% مقارنة ب 79.9%. تعالوا ما نتكلمش على المجموع والدرجات، نتكلم عن التعلم الجيد وأحلامنا. ولو دخلنا في برامج الجامعات دي وشفنا يعني ايه ذكاء صناعي ويعني ايه روبوتكس ويعني ايه البرامج الجديدة، شيء جميل جدا مش بس طب وهندسة. واعتقد الحاصلين على الشهادة دي السنة دي دفعة مميزة ستفخر بذلك في اول سنة في الجامعة، وهنتابعهم احنا مع بعض ونيجي نقول لكم عملوا ايه في اول سنة جامعة ان شاء الله. باعلان النتيجة يصدر الستار على مرحلة الثانوية العامة لتبدأ بعدها المرحلة الجامعية ومعها محطة جديدة في حياة الطلاب العلمية والعملية، وامل فيهم كحجر اساس ومستقبل اصيل لمصر الجديدة. سارة متولي، التلفزيون المصري. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه يتم العمل حاليا على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات التطوير في محافظة القاهرة بالتزامن مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة خلال المرحلة الحالية، ذلك من أجل إعادتها لمظهرها الحضاري وللإسراع بدخول هذه المشروعات حيز التنفيذ. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع اللواء إيهاب الفور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من مسؤولي الهيئة لمتابعة الخطوات التنفيذية لعدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في محافظة القاهرة. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء إنه تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بمشروع تطوير ضريح ومسجد السيدة زينب.
نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريبا بحريا عابرا مشتركا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة واستمرارا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة. وقد شملت فعالية التدريب عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية بحضور المختصين من كلا الجانبين، أعقبه تنفيذ مشروع مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الاحترافي خاصة في مجال تعزيز إجراءات الأمن البحري وبما يهدف إلى تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية ومجابهة التهديدات غير النمطية. متواصلون مع حضراتكم في أحداث 24 ساعة وفيها بعد الفاصل. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران تسرع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس وزراء الصومال محمد روبلي العلاقات الثنائية والقضايا محل اهتمام مشترك، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. وخلال استقباله رئيس وزراء الصومال أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط التزام الجامعة الكاملة بدعم أي خطوات من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الصومال. تناول اللقاء مجمل التطورات على الساحة الصومالية وجهود الحكومة الفيدرالية لتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد بما في ذلك من خلال تسوية بعض القضايا المالية العالقة من أجل سرعة استكمال إجراء الانتخابات التشريعية ووصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد بحلول الموعد المقدر لها في أكتوبر القادم. في أول مؤتمر صحفي للمتحدث باسمها بعد سيطرتها على البلاد، أكدت حركة طالبان أن الحرب انتهت في أفغانستان وأنها عفت عن جميع خصومها، كما دعت الحركة كل موظف الدولة إلى معاودة العمل وأمرت مسلحيها بالحفاظ على الانضباط وعدم دخول أي مباني دبلوماسية أو اعتراض أي سيارات تابعة للسفارات. وأضاف المتحدث أن الأوامر صدرت لأعضاء الحركة على جميع المستويات بضمان احترام وجود أي أجنبي في أفغانستان. في المقابل قال الاتحاد الأوروبي أنه لن يتعاون مع الحكومة الأفغانية بعد عودة حركة طالبان للحكم إلا إذا احترمت الحقوق الأساسية بما في ذلك حقوق المرأة ومكافحة الإرهاب. وطلب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل بالتوصل إلى تسوية سلمية بمشاركة الجميع واحترام الحقوق الأساسية لجميع الأفغان بما في ذلك النساء والشبان وأبناء الأقليات، علاوة على احترام التزامات أفغانستان الدولية والتزام بمحاربة الفساد ومنع استخدام التنظيمات الإرهابية لأراضي أفغانستان. جاء ذلك في ختام اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشأن أفغانستان. من جانبه قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يينس ستولتنبرغ إن تركيز الحلف منصب في الوقت الحالي على عمليات الإجلاء من أفغانستان. وأضاف ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي أن سرعة انهيار الجيش الأفغاني في مواجهة تقدم طالبان كانت مفاجأة، ودعا طالبان إلى العمل على منع أفغانستان من الانزلاق مرة أخرى في أن تصبح أرضا خصبة للإرهاب، لافتا إلى أن السلطة يجب أن تنتقل سلميا في أفغانستان إلى حكومة تضمن حقوق الجميع. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران وضعت آلية جديدة لتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة ناتانز في الوقت الذي تجرى فيه محادثات دبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في العام 2015. هذا وأوضحت الوكالة الأممية أن الآلية الجديدة تقوم على استخدام مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي بدلا من مجموعة واحدة إذا ما استثنينا اختبارا أوليا لبضعة أيام أجري في أبريل الماضي، ومضيفة أن طهران أطلقت بالفعل هذه الآلية. وإلى جولتنا الصحفية التي نبدأها من موقع بوابة الأهرام الإلكتروني، وفيها الرئيس السيسي يوجه بإجراء المراجعة الدقيقة للأعمال الفنية والإنشائية بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري. من موقع الجمهورية الإلكتروني، الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين.
موقع بوابة أخبار اليوم الإلكترونية، الوزراء وضع ضوابط لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتطعيم العاملين في قطاع التعليم. من موقع الدستور الإلكتروني، التضامن 500 ألف مشروع متناهي الصغر بنهاية 2024. وموقع اليوم السابع الإلكتروني، التعليم العالي 15% نسبة الانخفاض في تنسيق الكليات وعلى الطلاب اختيار تخصص مناسب. أما موقع بوابة الأهرام الإلكتروني ففيه تنسيق الجامعات 75 رغبة بتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2021. أما الآن فجاء موعدنا مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مصر إن شاء الله. درجات الحرارة نكون قد وصلنا إلى ختام أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.